هل قتلوه يقينا؟ هل صلبوه؟ أم شبه لهم؟ درس ما أحسن تلقينا. لكل حر ينطق بحق في وجه من في مهب الريح جعل جحره وقاعدته وكمينه. أحقا أحقا قطعوه إربا وأخفوه كل إرب بما كسب رهينة. أحقا أحقا نطلق نكاتا على الجريمة. أحقا نستخف بفكر يسفح دمه قربانا لتلك البهيمة. بهيمة تتذرع بخدمة حرم تطاول خادمه ما ترك له حرمة وقد ارتكب في الكبائر عظيمة. جمال ما كان حصل. أخبركم لست برانسون القسيس، قتل إخوتي في العراق، عربي أنا ودمي رخيص. لست برانسون، زعموا كنت مع المجاهدين يوم كنا صخرة ولا نزال. قالوا قلبوا دفاتر العتيقة، مجاهد الأمس إرهابي اليوم وأحسن التدليس. ليطوا عني صفحا، عربي أنا وهذا دمي يضيع بين القبائل. بئست البطانة وبئس الرئيس. بئست البطانة وبئس الرئيس. جمال سئل. جمال سئل. بأي ذنب قتل؟ بكلمة حق يا سادة، بانتقاد من نادى أنا ربكم الأعلى وقوادة، لقطعهم السبيل وإحسانهم التنكيل وقتلهم أخا لي في يمن الأصيل، لنبذهم محمدا واقتدائهم بصهيوني حثالة. لو بصق مسلمونا عليه لأغرقوه ببساقهم اليوم وحالا. لخدمته حرما تعالى باسمه على رب الحرم، لسوقه الباطل لأب هرم ما حفظ ولا فهم، وجعله القطيعة بين المسلمين سبب مجد لو علم. لسقايته الحاج وكسائه الكعبة يظن به ما يمحو كفره وزيفة، فتتبرأ من كيده وظلمه وبطشه الشريفة. لإطلاقه عبدة الدراهم يتخفون خلف اللحى ويدعون المكارم، فيفتون بحلال ظلمه يعرفونه ويشرعونه وينكرون على أصحاب المظالم. لاغتصابه الإسلام في عقر داره يقول تطرف وتكفير وإرهاب، يقول تحرر من مكاره. لبصقه على دين محمد أمام عيني الحبيب وعلى أعتابه، لدفعه الجزية صاغرا لمن أذله يقول لشراء سلاح، لتصعير خده عمن بجوره أذله. المال لفقير أو جائع ما عاث الله أن يباح، لأنني أرقته وسأؤرقه وآخذ برجله في منام. لا يغمض له جفن وإن غمض فلا يرى سلام. وما قتلوني سأعود فيكم مسيحا على يد الحر ولسانه وجنانه. كلمة حق حقيق بها أن تكون تسبيحا،
قتلوا الجمال ولكن الحق أبلج. ما أبكمه قطع بنان أو إسكات يراع، لا ولا تلفيقهم كذبا صريحا. الحق أبلج ولو قضيت ذبيحة.